احنا الان مشاهدينا الكرام عندنا احتفاليه مع الزملاء الاكارم ومع شيخنا الشيخ عبد الرحمن بتحقيق 5000 سهم وبمشيئه الله تعالى نحن متفائلون جدا جدا لانجاز هذا الوقف. شيخنا المبارك وابو فيصل تفضلوا تعالوا شباب احنا الان تفضل شيخ عبد المحسن تفضل شباب تفضل شباب تعالوا بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما ودنا نقطع الخمسه عشان بتزيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه الخمسة مليون ريال التي انجزت ولله الحمد والمنه خلال اقل من 19 ليله الحمد لله اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك. كلمتك الأخير نقول لجمهورنا في العشرة مليون نبغى التحديث الأخير. وصلك التحديث الأخير؟ جوالي بس جوالي خذ جوال التحديث الأخير ومع شيخنا. طيب أبو عمر تعال شاركنا أبو عمر تفضل حياك تعال أبو عمر تعال بعمر تعال نشرنا وياكم في مستقرنا اللهم آمين اللهم آمين بالجنة اللهم آمين اللهم آمين تعال أبشركم بس أشارككم تعال أبو عمر بشرنا أنا عارف أدفع الجيش والله التحديث الأخير 5,300,000 ريال ما شاء الله تبارك الله 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 يعني العشرين سهم زاد عليها كم سهم؟ 300 سهم يعني زاد عليها 280 سهم غير العشرين حقت المشايخ بارك الله فيهم احنا الان شيخنا بس الوقت كرم الزملاء الاكارم عندنا تكريم ل لعلنا ايضا نذكر الجمهور اننا مستمرين معاهم ان شاء الله الى نهايه رمضان صحيح وايضا الوقف كما قلنا هذه هي مرحله والوقف مستمر معكم ان شاء الله نسدد كامل قيمه الوقف بحول الله قوته بحول الله قوته بارك الله فيكم هذا التكريم ايها الاحبه وهذا كي طبعا لجمعيه مكنون التكريم الان من جمعيه مكنون لقناه المجد الفضائيه بالنيابه عنهم الاستاذ سامي الجار الله استلم هذه الدرع من شكرا لجهودكم جزاكم الله خير ما قصرت الله يجزاك خير مكنون في حبها مفتون يا سلام الله الله نسجل هذه دروعنا كذلك لنجوم المركز نبدا برياض الخبران تفضل رياض الخبران يعطيكم العافيه الله يسعدك الله رب الله يجزاكم الله خير انتم متفضلين ما شاء الله الله يسعدكم يا رب وكذلك الزملاء الشباب الاستاذ سيف خلنا اعطيك اياها سيف الدين زين حياك الله سيف اهلا وسهلا تشرف والله حياك الله سيف يا محمد الله يسلمك الله يبارك فيك الله يسلمك يجعلك تاخذ كتابك في يمينك بإذن الله والجميع والسامعين والحضور والمشاهدين بارك الله فيك عندما اقول ياتي الانسان نعمه من نعم الله في هذه الدنيا تذكر النعمه العظيمه يا الله اي نعم الشهادة وهذه إن شاء الله تعالى عناوين إن شاء الله للخير بارك الله فيك بارك الله شكرا شكرا كذلك حبيبنا الفكاهي الأستاذ محمد الشمراني حياك الله الرجل المبتسم فكاهي صاحب الابتسامة وصاحب الفكاهة ما شاء الله عليه ما أربع قدرك شوف بارك الله فيك الله يغفر لك ويعفو عنك تفضل كذلك نكرم الله يحفظك يسلمك الزملاء في الاعلام الجديد وحبيبنا عبد العزيز عواجي حياك الله عبد العزيز استاذ تفضل عبد العزيز ما شاء الله بالتوفيق بالتوفيق تعال تعال استاذ بقيه الشباب مشكلة هذا جاك لا وكذلك حبيبنا الاستاذ محمد الجديعي ما شاء الله الاستاذ محمد الجديعي طبعا ما تعرفونه كاشخ ما شاء الله بالشمال بسم الله عليك حياك الله تفضل حياك الله قصه مكنون والله كنا نسعد حينما نراها فيها الله يحفظك الله يجمعك حالك ويسعدك الله يبارك فيك ما شاء الله تبارك الله بالنيابه عن الزملاء كذلك انا استلم بالنيابه عن الزملاء والشباب يستلمون شكرا لهاني مقبل شكرا ل وليد باصالح ذكرونا اسماء شباب محمد عباس ابراهيم النقيب باقي شخص ابراهيم يقود الاستاذ محمد غزي كان معنا والوالده ترى تدعي لكم بارك الله فيك ام سامي بارك الله فيها هذه بالنيابه طبعا الدروع شكرا شكرا نسمع التحيه تفضل استاذ حياكم الله شكرا شكرا لجمعيه مكنون بارك الله في هذه الجمعيه المباركه مشاهدينا الكرام نطلبكم ان تشاركوا في هذه الخيريه اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط منفقا خلفا خيركم من تعلم القرآن وعلمه شارك هذه الخيرية ودل الناس على هذه الخيرية بارك الله فيكم وطابت أمسياتكم ولا يليكم مشاهدينا الكرام